أولا، يعود أصل تسمية الأندلس بهذا الاسم إلى قبائل الفاندال والتي استوطنت إسبانيا والبرتغال، وعندما دخل المسلمون هذه الجزيرة أطلقوا عليها اسم الأندلس والتي تقابل كلمة فاندالوسيا، وقد أسلم غالبية شعب الفاندال بعدها. ثانيا، تم فتح الأندلس سنة 92 هجرية في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك. ثالثا، سقطت الأندلس سنة 1492، أي استمر حكم المسلمين للأندلس حوالي 781 سنة. رابعا، يعتبر طارف بن ملك النخعي أول من دخل الأندلس من المسلمين، وهو أول من قاد حملة في فتح الأندلس سنة 710 للميلاد. خامسا، القائد طارق بن زياد هو فاتح الأندلس، وعلى اسمه تم تسمية مضيق جبل طارق. كان هذا الفتح بداية للتواجد الإسلامي في الأندلس والذي استمر لسبعة قرون. سادسا، كان طارق بن زياد أول ولاة الأندلس وخلفه موسى بن نصير. سابعا، يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب آخر ولاة الأندلس قبل الدولة الأموية. ثامنا، أسس عبد الرحمن الداخل الدولة الأموية في الأندلس، وذلك سنة 172 هجرية. تاسعا، قرناطة آخر إمارة إسلامية سقطت في الأندلس، وذلك في 2 يناير من عام 1492 ميلادية. عاشرا، كان أبو عبد الله محمد الثاني آخر ملوك المسلمين في الأندلس، وقد لقب بالغالب بالله في عام 1489. استدعاه فرناندو وإيزابيلا لتسليم غرناطة، وبسبب رفضه أقيم حصار على المدينة. وأخيرا، في 2 يناير من عام 1492 استسلمت المدينة، ليكون بذلك آخر ملوك. لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس، وأيضا ادعمنا باللايك.